Related. أوبس. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان انا عندي في اليونت سيركل اهي، هرسمها على جنب حته صغيره كده اهي. قلنا ان ده 0، بعد كده 90، بعد كده 180، بعد كده 270، كل مره بزود 90، بعد كده 360. 360 طيب يبقى 0، بعد كده 90، بعد كده 180، 270، 360. طيب اتفقنا ان في عندنا استك رول. استك رول اللي هي هنا ايه يعني اول، وهنا اس اللي هي ساين، وهنا تي، وهنا سي اللي هي كوزاين. خلاص، وده طبعا الفيرست كوادرنت، ده السكند، ده الثيرد، ده الفورث كده يعني. ده هيفيدنا في ايه بقى؟ هو هيجي يطالب مني في الدرس ده انجل مثلا زي ساين 150. عايزني اجيبها without using calculator. without using calculator يعني ايه without using calculator؟ هي الفكره يا جماعه ان انا هنسبها لانجل من الانجلز دول. يعني ايه هنسيبها؟ هي 150. طب 150 دي لو انا ملاحظه هتلاقي في الكوادرنت الثاني هنا. وانا قلت لكم المره اللي فاتت ان الكوادرنت الثاني اسمه ايه؟ اسمه 180 ماينس سي. الكوادرنت اللي بعده اللي هو الثالث اسمه 180 بلس سي. الكوادرنت اللي بعده 360 ماينس سي. يفضل ان انا ما نسيبهاش لل 90 و 270. اقول لكم ليه؟ اقول لكم ليه؟ هو الكوادرنت ده له اسمين. الكوادرنت الاولاني طبعا اسمه له اسمين برضه، اسمه 360 بلس ثيتا. خليه بقى بالاحمر لان هو بعد ال 360، واسمه في نفس الوقت هو قبل ال 90، فبيسموه ايه؟ بيسموه 90 ماينس في. والكوادرنت الثاني ممكن يسموه 90 بلس ثيتا. الكوادرنت ده بيسموه ايه؟ بعد الـ قبل الـ 270، فبيسموه 270 ماينس سي. طيب والكوادرنت ده بعد الـ 270 بيسموه 270 بلس سي. طيب فبنيجي نبص هنا دلوقتي، هو طالب مني ايه؟ ساين 150. ساين 150 انا قدامي طريقتين ان انا اجيبها. الطريقه الاولى ان انا هنسيبها لمين؟ هنسيبها هي دلوقتي تعتبر موجوده في الكوادرنت الثاني هنا. فقال لك طيب انا ممكن احولها لايه؟ لساين، نعملها على انها 180 ماينس سي. طيب هي ال 180 يا جماعه عباره عن 180 ماينس كام؟ 180 ماينس 30. وممكن واحد ثاني يقول ايه؟ طب ما انا اخليها ساين 90 بلس حاجه، يعني هي ماي 90 بلس 60 برضه. 180. هنشوف الفرق بين الحل ده والحل ده. هو الحل ده هيحصل فيه شغل وده هيحصل فيه شغل تاني، بس هيطلع نفس الانسر في الاخر. هيطلع نفس الانسر في الاخر. طيب اللي هيحلها ب 180 ماينس 30 ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ يقول لك ال 180 ما بتعملش حاجه في الساين. يعني ايه ما بتعملش حاجه في الساين؟ يعني ما بتضيفلهاش كلمه كو، ما بتخليهاش كوزاين. بتطلع الاجابه برضه ساين. بتطلع الانسر بتاعتها ساين. لكن ال 90 بتحول الساين لكوزاين. بصوا بقى الفرق ايه؟ يبقى ال 180 هي وال 360 ما بيعملوش حاجه في الساين ولا الكوزين. يعني الساين يطلعها ساين والكوزين يطلعها كوزين. ال 90 لا، الساين يخلوها كوزين والكوزين يخلوها ساين. يعني يا بيشيلوا كو يا بيحطوا كو. تمام كده؟ طيب الحاجه الثانيه بقى، انا بسال نفسي الاول، هي ال 180 ماينس 30 دي او الساين دي، الساين دي في الكوادرنت الثاني كانت ايه ظروفها؟ احنا عارفين ان الساين في الكوادرنت الثاني كانت بوست. يبقى انا الانسر هنا بوست. هنا برضو الساين ليه دعوه بالكوزاين بقى؟ ليه دعوه بالكوزاين؟ الساين انا بسال نفسي هي في الكوادرنت الثاني كانت بوست، ولكن الجديد هنا انا عامله بس زي كومباريزون ما بينهم كده. الجديد ان ال 90 هتقلب لي الساين دي تخليها لي كوزاين. طيب
دي كده بتبقى أدت مهمتها، يعني دي تتشال بقى كده وتبقى الإجابة ساين 50. طب هنا برضو ال 90 بلس أدت مهمتها، هي قلبت لي الساين خلتها كوزين، وهتبقى الإجابة كوزين 60. لو جيت تجيب ساين 30 على الكالكليتور هتلاقي إجابتها أه، لو جيت تجيب كوزين 60 على الكالكليتور هتلاقي إجابتها أه. تمام؟ يعني ممكن واحد يحلها بطريقة إن هو ينسبها، هم بيسموها ريليتد، يعني إن إحنا نسبناها لحد. في ناس ينسبها بال 180، ال 150 ينسبها خليها تبع ال 180، وفي ناس ينسبها لل 90. بس اللي ياخد اللي هينسبها لل 90 ياخد باله من انها لو ساين هتقلبها كوزين، لو كوزين هتقلبها ساين. تمام؟ ولكن اللي ينسبها لل 180 مش هتقلب، يعني هتفضل ساين زي ما هي. تمام؟ وبعد ما بنعرف منها هتقلب ولا مش هتقلب بنكتب الانجل الموجود. ونعمل ساين 30 دي على الكالكوليتر تطلع اهو. خد بالك انا لو كنت كتبتها من الاول ساين 150 على الكالكوليتور كانت هتطلع اهو. بس الفكره هو عايزني احلها بستبس، عايزني احلها بستبس. تمام؟ طيب. يا ريم بطل ايه؟ طيب. طيب. ماشي. طيب معلش ماشي مش مشكلة ماشي. طيب بص معايا تاني كده بدري. لا ولا يهمك، احنا بس اتكلمنا عن حتة كده مهمة، كتبنا تاني اليونت سيركل خلاص، كتبنا 0 90 180 270، يعني قلنا اليونت سيركل دي راشقة معانا في كل حاجة يعني. وان الكوادرنت ده منه قبل ال 90 اسمه 90 مايلس سي، ممكن واحد يحسبه على انه بعد 360، فبنعمله على انه هو 360 بلس سي. طيب الكوادرنت ده قبل ال 180 فبنسميه 180 بلس سي، او هو بعد ال 90 بنسميه 90 بلس سي. طيب هو بيجي يطلب مني اني اجيب ساين 150 without using calculator. يعني ايه without using calculator؟ يعني عاوزني انسبها الانجل من الاثنين دول. هي دلوقتي 150 في الكوادرنت الثاني، فانا هنسبها يا اما ال 180 يا اما هنسبها ال 90. يعني ايه هنسبها؟ يعني هقول ان ال 150 دي كانت عباره عن 180 ماينس 50، فانا 180 ماينس 30 تديني 150، يا اما اقول ان هي كانت 90 بلس 60، لان فعلا 90 بلس 60 تديني 150. طيب ايه الفرق بين الحلين؟ الفرق بين الحلين تاني الاول انا هشوف هي ال 150 هي في الكوادرنت الثاني، الساين اللي جنبها دي ايه ظروفها؟ كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ في الكوادرنت الثاني بتبقى الساين بوزيتيف تبع استكرو، يبقى الاجابه بوزيتيف في الحاله دي. يعني في واحد هيحلها كده وفي واحد هيحلها كده، هنشوف الفرق بين الحلين. اللي هيحلها كده شكرا لا نعم شكرا عشان حضرتك عدت الشرح عشان بعيد يعني. لا لا ولا يهمك عادي يعني. طيب بالنسبه للحلين بقى، اللي هيحلها كده واللي هيحلها كده، اللي هيحلها بموضوع 180 ماينس 30، الاول مبدئيا ابص على الاشاره بتاعتي، الاشاره بتاعتي يعني ايه؟ هي الساين كانت في الكوادرنت الثاني كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كانت بوزيتيف. هنا برضو هنا فدي مفيش عليها خلاف. الخلاف في ايه بقى؟ ان ال 180 دي كويسه، كويس يعني ايه؟ بتسيب الساين تنزل ساين زي ما هي، بعد كده هي بتتلاشى هي والنيجاتيف وتفضل الثاني كده. يعني ال 90 مش كويس، هي وال 270 لو لقوا ساين يخلوها كوزين، لقوا كوزين يخلوها ساين، يعني اللي فيه اللي ما فيهوش كو يحطوا له كو، واللي فيه كو يشيلوا منه كو. يعني لو هو كوزين يشيلوا الكو يخلوه ساين، لو هو ساين يحطوا له كو يخلوه كوزاين، يعني ده ساين ويخلوه كوزاين. وبرده بتتشال هي والبوستيف ويتفضل السكس. طب لو جينا نطلع الاجابه دي او نطلع الاجابه دي هنلاقيهم طلعوا نفس الاجابه، يعني هتلاقي الاجابه دي طلعت اهو، وهتلاقي الاجابه دي برده طلعت اهو. الفرق بس في طريقه الحل بس. تمام؟ فلذلك احنا دايما يا جماعه بنحاول ننسب الانجلز دايما لل 180 وال 360. ليه؟ لانه ناس كويسه وما بي يعني الساين بيخلوها ساين زي ما هي والكوزين كوزين زي ما هي. لكن لو اضطرينا
لو اضطرينا، لان هو ساعات بيجيب لي حاجه يجبرني على اني استخدم ال 90 وطعم ال 60. هنشوف مثال دلوقتي. لو اضطريت استخدمهم ابقى فاهم ان ال 90 يا بتشيل كو يا بتحط كو. تمام؟ لان هو ممكن يقوم جايب لي ازاي؟ اهو يجيبها لي بقى ما يجيبليش انجل. يعني يقوم جايبها لي بالثيتا والكلام ده. ازاي؟ الاوشن هبعت لكم كلكم الصور، يعني صور عند واحد وبعت لكم اللي ما عامل لي كده. مش همسح بقى الجوينت سيركت لان هي شغاله معانا ان شاء الله على طول. يعني مثلا لو قال لي ساين 300 مثلا، او خلينا مثلا تان 300. طب انا عايز انسبها، هنسبها ازاي؟ تان 300 لو بحب انسبها دي، في واحد ممكن يحلها، حلها برضه بالطريقتين. هي ال 300 مبدئيا موجوده فين؟ موجوده في الـ في الكوادرنت الرابع. طيب ففي واحد ممكن يحلها، ده سوليوشن وده انذر سوليوشن. في واحد ممكن يحلها كان في الرابع، في واحد ممكن يقول الرابع ده اسمه ايه؟ الرابع ده قبل 360. يقوم يقول 360 ماينس، هي فعلا 300 عباره عن 360 ماينس 60. طيب واحد تاني يقول لا انا هسميها 270. ففي الحاله دي تبقى 270 بلس 50، وده يعتبر بيحلها وده يعتبر بيحلها. تمام. طيب ولكن لما نيجي نبص دلوقتي، لما نيجي نبص 360 الاول نشوف الاشاره بتاعتها. الاشاره بتاعتها هي التان من المساله الاصليه، هي التان 300. الكوادرنت الرابع كانت التان فيه ايه يا جماعه؟ نيجاتيف، يعني الكوزاين بس هي اللي بوزيتيف. اه هنا التان هي اللي بوزيتيف، انا في الكوادرنت الرابع الكوزاين هي اللي بوزيتيف، دي جاي لي تان، يبقى اكيد في هنا نيجاتيف قبل ما احل، واكيد في هنا نيجاتيف قبل ما احل عشان ما انساش. لان كده الكوزاين هي اللي بوزيتيف، يبقى معنى كده ان التان دي نيجاتيف، احط نيجاتيف ونيجاتيف قبل ما انسى. طيب نيجي بقى نسال نفسنا السؤال الثاني ولا اهم. ال 360 هتعمل حاجه للتان؟ يعني هتخليها كوتان؟ لا مش هتخليها. يبقى هتنزل نيجاتيف تان، ودي هتتشال بقى هي والايه والنيجاتيف بتاعتها، وتبقى 60. لو حسبنا دي على الكالكوليتر هتطلع نيجاتيف 50. طيب نيجي على دي. ال 270 للناس المشاغبه، يعني هتخلي لي التان هتخليها كوتان. يبقى كده نيجاتيف كوتان وهي بتتلغي بقى 30. خدوا بالكم يا جماعه، كوتان 30 لو انا عايز اعملها على الكالكوليتر، احنا قلنا الكوتان ملهاش زرار على الكالكوليتر، فانا ممكن اقول نيجاتيف 1 اوفر تان 30. لو انت حسبت نيجاتيف 1 اوفر تان 30 دي، احنا قلنا الكوتان ممكن احولها ل 1 اوفر تان. طب ليه بحولها ل 1 اوفر تان؟ عشان اعرف اعملها على الكالكوليتر، لان في زرار للكالكوليتر اسمه كوتان، اسمه كوتان. لو انا عملت دي على الكالكوليتر يا جماعه برضه هلاقيها طلعت لي نيجاتيف روت. يعني هي في الاخر بيطلعوا نفس الانسر، بس الفرق في الايه؟ في الاداء بتاعها. يعني دي التان 360 ما بتعملهاش هنا، ال 270 دي بتحول لي التان لكوتان، بس في الاخر اللي بيحل كده واللي بيحل بكده بيوصل لنفس الانسر. تمام؟ هو ممكن يقوم جايب لي مسائل عليها بقى، بس ازاي؟ يعني يقول لي ايه؟ بصينا مثلا من المعاصر، يعني مثلا بص يا جماعه كده احنا فهمنا برضو معلومه مهمه قوي. ان طالما ان انا عندي ال 90 بتقلب التان كوتان، طالما ان انا عندي التان بتقلب، طالما انا عندي ان بتقلب التان تخليها كوتان والساين تخليها كوزاين والكلام ده، قال لك يبقى معنى كده ان انا مثلا لو مسكت ساين 30 مثلا، هتبقى هي كوزاين 60. اشمعنى؟
لان الساين 30 كانت ممكن تتعامل على انها كوزين 90 ماينس 60 كانت ممكن تتعامل قصدي على انها ساين 90 ماينس 60 اهو 9 ماينس 60 بتديني 30 فقال لك طيب ال 90 بتقلب الساين تخليها كوزين فبقت كوزين 60 فقال لك يبقى نفهم كده ان لو تو انجلز بلس بعض ادالك 90 يبقى ساين واحده يقدر كوزين الثانيه يعني انا بقول مثلا يا جماعه ساين 20 هي كوزين 70 بص ساين كوزين تلاقي التو انجلز دول مجموعهم كام؟ مجموعهم 90 تمام؟ مجموعهم 90 طيب ال ايه تاني؟ فدي بتنفع في حاجه بقى زي ما هو جايب لي كومبليت كده بيقول لي تان 42 ايكوال كوتان مين؟ تان 42 ايكوال كوتان مين؟ يبقى ايكوال كوتان اللي هي بتعمل معاها 90 في الاخر يعني كوتان 48 دي الفكره بتاعتها تمام؟ يعني دول الاثنين بيبقى مجموعهم 90 الحاجه الثانيه في مثلا جايب لي مساله بيقول لي كوزين سيتا بلس كوزين 180 ماينس سيتا طيب كوزين سيتا هنخليها كوزين سيتا عادي زي ما هي نخليها كوزين سيتا عادي زي ما هي هنيجي على دي بقى 180 ماينس سيتا الاول هنسال عن الاشاره نسال الاشاره ازاي 180 ماينس سيتا دي في الكوادرنت الكام يا جماعه في الكوادرنت الثاني الكوادرنت الثاني الكوزين ايه ظروفها في الكوادرنت الثاني الساين هي اللي بس تبقى الكوزين كانت نيجاتيف ده مبدئيا كده انا عايز احسب كوزين 180 ماينس سيتا دي مبدئيا كده انا 180 ماينس سيتا عن الكوادرنت الثاني الكوادرنت الثاني اسال نفسي هي الكوزين كانت الاشاره بتاعتها ايه؟ الاشاره بتاعتها كانت نيجاتيف لان الساين هي في اللي بوست يبقى الكوزين كانت نيجاتيف ده اول سؤال طب السؤال الثاني هل ال 180 هتقلب الكوزين يعني هتخليها ساين؟ لا مش هتقلبها يعني هتفضل كوزين زي ما هي وفي الحاله دي الكوزين بتاعت 180 ماينس دي بتتشال خالص وتفضل كلمه سيتا ودي اوريدي كانت جايه كوزين سيتا خلقها يعني طب كوزين سيتا ماينس كوزين سيتا تبقى ايكوال يا جماعه؟ زيرو انت المساله جايه في تشوز جايه في تشوز فهي معتمده على حته ايه؟ مين اللي بيقلب ومين اللي ما بيقلبش والكلام ده طيب ممكن يجيب لي مسألة برضو زي دي يقول لي ايه؟ اه ساين سيتا بلس كوزين 270 مثلا بلس سيتا كوزين 270 بلس سيتا دي معتمد عليها يا جماعه ساين سيتا هسيبها ساين سيتا زي ما هي كوزين 270 بلس سيتا اسال نفسي الاول 270 بلس سيتا دي في الكوادرنت كام؟ في الكوادرنت الرابع كانت الكوزين ايه ظروفها؟ ما اقعدش استنى لما اشوف كانت الكوزين ايه ظروفها؟ كانت بوزيتيف في الرابع بعدين بوزيتيف السؤال الثاني اللي هساله لنفسي هي 270 هتقلب الكوزين ولا مش هتقلبها؟ هتقلبها يعني ايه؟ يعني بدل ما هي كوزين هتخليها ساين وفي الحالة دي هي بتتشال هي وبلس وتفضل سيتا طب كده المسألة بقت كأنها ساين سيتا ودي طلعت لي ساين سيتا ساين سيتا بلس ساين سيتا يا جماعة طالما أنت بتعمل بلس فأنت بتزود ده على ده يبقى 1 بلس 1 2 ساين سيتا خلاص خلص المسألة على كده ماشي؟ لو جينا بصينا مثلا على ايه؟
نركز بقى عشان هديكم مسائل تعملوها يا جماعه، غير لو مفيش حاجه. ساعات بيجيب لي مساله كده يقول لي بقى فاين ذا فاليو اوف ذا فولوينج، يقول لي فاين ذا فاليو. صعبة شوية. Find the value of sine 150 cosine negative 300 plus cosine 930 وتان 240. بص يا جماعه المساله دي هو عايز مني احسب كل ده وزود الكالكوليتر. طب انا هعمل حركه بسيطه جدا، انا همسك كل واحده اشتغلها لوحدها، اشتغلها لوحدها ازاي؟ يعني انا هجيب ساين 150، هجيب ساين 150 الاول قلنا بقى ايه؟ نشوفها الاول موجوده في الكوادرنت الكام؟ مبدئيا هي الساين هي دي كده 150 موجوده في الكوادرنت الثاني ما بين 90 و 180. طيب الساين ايه ظروفها في الكوادرنت الثاني؟ الساين كانت بوست كده بوست ده مبدئيا. البوست ممكن ما تكتبش اصلا. طب نبتدي ننسبها. يا اما اقول ان هي كانت 180 ماينس، يا اما اقول ان هي 90 بلس. خليها 180 ماينس احسن. طب 180 ماينس كام؟ هي 150، 150 اصلا 180 ماينس 30 اساسا. يعني ال 150 عباره عن 180 ماينس 30. طيب تعالى بقى دلوقتي ال 180 مش هتعمل حاجه في السنه. يبقى انا السؤال الاول اللي سالته نفسي يا جماعه هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لقيناها بوزيتيف. تمام ابتديت احولها نسبتها ل 180 ماينس. طالما انا من حق انسبها خليها تبع 180 احسن. ليه؟ لان ال 180 مش هتعمل حاجه في الساين. هتسيبها ساين زي ما هي. وبعد كده ال 180 بتتشال هي والماينس. هتفضل 30. ساين 30 لو انا حسبتها هتقوم طالع لي كام يا جماعه بالكالكليتر؟ هتطلع لي يبقى كده احنا طلعنا اول واحده. تعالى شوف اللي بعدها كوزاين نيجاتيف 300. في حاجه بقى مهمه يا جماعه ان الساين لو داخله مثلا على انجل اي انجل فيها نيجاتيف كده بتطلع النيجاتيف دي بقى. التان نفس القصه يعني التان مثلا داخله مثلا على نيجاتيف 30 بتطلع النيجاتيف دي بقى. يبقى نيجاتيف تان 30. طيب الكوزين هي الوحيده اللي كويسه، الكوزين لو داخله مثلا على نيجاتيف 30 مثلا بتشيل النيجاتيف خالص. بتشيل النيجاتيف خالص. يعني تبقى كوزين 30. يبقى تاني عشان الحته دي مهمه. يعني الكوزين تحس انها عامله زي الابسوليوت فاليو كده، زي نظام الابسوليوت فاليو. لو دخلت على انجل فيها نيجاتيف بتشيل النيجاتيف خالص. ولكن الساين بتطلع النيجاتيف بره، التان بتطرد النيجاتيف بره. فالحته دي مهمه قوي. مهمه قوي في ايه؟ ان انا دلوقتي هو بيقول لي كوزاين نيجاتيف كده عامل. ان الكوزاين هتبلع النيجاتيف دي. يعني كانها تبقى كوزاين فيها. ونبتدي نتعامل مع المساله يا جماعه على انها جايه لي كده، على انها جايه لي كده زائد 300. طب احنا كنا بنسال نفسنا اول سؤال 300 دي موجوده في الكوادرنت الكام؟ الكوادرنت الاخير. كانت الكوزين دي ظروفها كانت بوست. السؤال الثاني اللي بسال ان انا ابتدي انسبها
هتقسمها ازاي؟ اقول اهو كوزين، قلت لي اعمل دي من 7 افضل طالما انا في الكوادرنت الاخير. يا واحد بس فين تدخل؟ طيب بص يعني في عندنا 3 رولز مهمين برضه، ان لما اقول ساين نيجاتيف سيتا بتبقى ايكوال نيجاتيف ساين سيتا، يعني الساين بتطرد النيجاتيف بره. لما اقول تان نيجاتيف 30 التان بتطرد النيجاتيف قبلها، تبقى برضه نيجاتيف تان 30. لما اقول كوزاين بقى مثلا نيجاتيف 30، الكوزاين بتبلع النيجاتيف زي الابسولوت فاليو، يبقى كانها كوزاين 30. كانها ايه؟ كوزاين 30. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ هو جايب لي كوزاين نيجاتيف 300، كوزاين نيجاتيف 300، فانا اقول الكوزاين هتشيل النيجاتيف، يبقى هتبقى كوزاين 300. طب كوزاين 300 عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن ان انا لو جيت انسبها زي ما اتفقنا، اولا هي في الكوادرنت الاخير، الكوادرنت الاخير الكوزين بوست، الكوزين فيه بوست، البوست ما بيكتبش. طيب الحته الثانيه ان انا هبتدي انسبها، انسبها يعني ايه؟ هي في الكوادرنت الاخير ننسبها للتيران 6، يعني ممكن اقول ان هي عباره عن تيران 60 ماينس 60. بنرجع نقوم شايفين نعمل ايه بقى؟ ال 306 مش هتعمل حاجه في الكوزاين، مش هتعمل حاجه في الكوزاين، فهي هتتلغي هي والنيجاتيف، وهتبقى المساله كوزاين 6. كوزاين 60 لو انا حسبتها يا جماعه طالعه لي ايكوال ار. هنخش على اللي بعدين اللي هو 930. 930 لو انا جيت اجيبها دي انجل كبيره جدا، نفضل نشيل منها 360 لحد ما تظهر، يعني زي ما احنا اتفقنا قبل كده، يعني نفضل وراها شغالين وراها تشيل منها 360 لحد ما تظهر اهو 930 مال 360، ثم طلع لي 570، شيل منها 360 هتقوم مطلعه لك 200 تاني. اول ما صغرت كده نبتدي نتعامل معاها، يبقى دي كانها كوزاين 210. طيب 210 موجوده في الكوادرنت الكام؟ 210 موجوده في الكوادرنت الثالث. الثالث ايه ظروفه؟ التان هي اللي بوزيتيف، لكن الكوزاين فيه نيجاتيف، الكوزاين فيه نيجاتيف. ففي الحاله دي يا جماعه هقول ايه؟ هقول ان الكوزاين 210 دي هتبقى اشارتها نيجاتيف. مبدئيا وهتبقى كوزين كام؟ 210 هنسيبها ل 180، 180 بلس 30. طيب يبقى نيجاتيف كوزين ال 180 ما بتعملش حاجه في الكوزين 30. نيجاتيف كوزين 30 لو انت جبتها هتقوم طالعه لك نيجاتيف روت 3 اوفر 2. طيب فاضل لي ان اجيب كوتان 240. كوتان 240 هجيبها ازاي؟ الكوتان اصلا يا جماعه كانت 1 اوفر 10. طيب تان 240 دي يعني في الكوادرنت الثالث، مين في اللي بوستيف؟ التان، يبقى دي هتبقى بوستيف. طيب وهبتدي نسيبها لل 180، يبقى هي عباره عن 180 بلس كام؟ لو انت حسبتها هتلاقي 180 بلس 60. طيب ال 180 ما بتعملش حاجه في التان، هتسيبها تان زي ما هي، يبقى كانها بالاخر 1 اوفر 10 60. لو جبت 1 اوفر 10 60 هتلاقي طلعت لك 1 اوفر روت 3. طب بص بقى يا جماعه، الفاليوز اللي انا طلعتها دي هنعوض بيهم بس في البتاع دي ونطلع الاجابه. يعني هشيل بقى صن 150 واحط هاف. طيب زي نيجاتيف 300 واحط مين؟ واحط هاف اللي طلعت دي، اللي هي كل الانسرز اللي طلعت دي اعوض بيها. اهو اللي هم دول. طب الانسرز اللي انا طلعتها دي كلها اعوض بيها هنا، طبعا في هنا بينهم تايمز يعتبر، واطلع الاجابه بتاعتي، يعني دي هتبقى مثلا ده هاف
ودي طلعت هاف برضه بلس كوزين 930 دي طلعت نيجاتيف 3 اوفر 2 وكوزين وكوزين 240 طلعت 1 اوفر 3 بس وطلع الانسر في الاخر على الكالكوليتر تمام. طيب انا بفكر في سؤال كده اصوره يعني سؤال كده اصوره خليكم تحلوا مسالتين منهم مثلا ويعني تحاولوا تحلوا مثلا المساله الاولى والثانيه والباقي نخليه هم بس هتخشوا لي تاني على اللينك من اول وجديد يعني خش حتى بعد ما تحلوا يعني مثلا خدوا مثلا 10 دقائق كده حلوهم وخشوا بعد ما تحلوا عشان ايه اللينك بيفصل بيننا بسرعه تمام. اصوره بس ابعته لكم اهو السؤالين دول حلو اول مسالتين بس وخلاص والباقي نخليهم في الاخر اوكي. بعد ما تخلصوهم يا جماعه ابعتهم لي يعني خشوا تاني على اللينك كمان 10 دقائق كده على ما تخلصوهم اوكي عشان بس ما حدش يفصل مننا على الفاضي يعني ما يبقاش احنا دخلنا وعمالين نحل بره وهو عمال يقوم فاصل بسرعه بقى. فانا هبعتهم لكم دلوقتي ابتدوا اهدوهم وبعد ايه ونخش كمان كده ايه يعني ناخد 10 دقائق كده ونخش على ما نخلصهم يعني اوكي.